السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم على هذا الجهاز تيلستار تي اس 220، يوجد فيه مشكل، سأقوم بتوصيله بالكهرباء، لا يشتغل شيء في الواجهة. سوف نقوم بإصلاح هذا الجهاز، وهذا الموضوع من سلسلة إصلاح التكتورات. سوف أقوم بفتحه هذا الجهاز، لا يشتغل فيه شيء. أول شيء دائما نقوم بالنظرة، يعني مشاهدة علبة التغذية، هل يوجد فيها احتراق أو مكتف منتفخ أو شيء من هذا. يعني تظهر علبة التغذية لا يوجد فيها مكتف منتفخ أو احتراق، أول شيء نقوم به هو قياس الفيوز. على ما أظن الفيوز محترق، سوف نقوم بقياسه على الجرس. الفيوز هو الفيزيبل، الفيوز قاطع، يعني يوجد مشكل في علبة التغذية. فأقوم بفصل علبة التغذية، يعني سبب مشكل 100%، أما الديود أو هذا الأيس ذو 8 أرجل، هي الديود 4، هي سوف أقوم بقياسها على الجرس. هي الديود 4، الديود الأول، الديود الأول سالم، الديود الثاني، الديود الثاني أيضا سالم، الديود الثالث أيضا على ما أظن سالم، الديود الثالث أيضا سالم، الديود الرابع، الديود الرابع يوجد فيه الجرس. هاد الديود، يعني هو هاد الديود يوجد فيه الجرس، هو أقوم بقياسه، وهو الأيس ذو 8 أرجل، لدي هاد 4 أرجل متصلة فيما بينها إلى الشوبر، وهاد الرجلين يعني أرضي مع سالب المكتف، هو سالب المكتف، وهاد الرجل هو الذي يعطي الفولت الخاص بفتح الشوبر من هذا الرجل الى هذا المكتف الصغير الى الفوتوكوبلور. سوف اقوم بتغيير هذا الديود، هو عفوا هو هذا الديود، هو الديود الذي يوجد فيه المشكل، وهذا يوجد فيه الجرس. سوف أقوم بتغييره، يعني عندما نقوم بقطع الديود يعني يكون سهل في النزع بسهولة. هو تم النزع،
سوف أضع الديود مكانه. على الشكل. الآن تم وضع الديود. يعني لمبة 220 فولت مكان الفيوز أو الفيزيب أو الفيوز. فأضعها هنا هكذا. دور هذا لمبة 220 التي تشتغل 220 فولت. إذا يوجد مشكل آخر تشتغل اللمبة. الآن سوف أجرب بتوصية التلفاز بالكهرباء أو الجهاز اشتغل. تم الآن إصلاح المشكل. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.